عليكم زباين ماركت مودكس. راح اشرح لكم اليوم على جهاز التوستر، طبعا ضمانه 3 سنين وحاليا عليه خصم 10%. جهاز التوستر يجي بلونين، باللون الابيض واللون الاسود، طبعا هذا اللي قدامكم. يجي بيها 7 درجات حراره، تقدرون تختارون اي درجه، كل درجه من الحراره بها تايمر خاص بي يعني مؤقت. فتشغيله يكون بهذا الشكل، اخلي التوست واختار الدرجة اللي اريدها، مثلا هسه انا اختاريت الدرجة الاولى، راح انتظر لمدة دقيقة تقريبا نص دقيقة والتوست يجهز. يجي ويا برامج اثنين اللي هو الديفروست والثاني واحد الريهيت. الديفروست يعني اذا عندكم توست مجمد راح يذوب لكم اياه، الريهيت هو تسخين، يعني اذا عندكم توست بارد مجرد بس تريدون تحموه شوية يعني يكون دافي وورم فقط. طبعا يكون من ستانلس ستيل وضمانة 3 سنين، ديزاينه كل شيء حلو فخم ومرتب. وبهذا الشكل يكون خلص.